الله يخرب. خلاص طلعت حركة. انت بس اعطيه زوم مبين يعني مو مثل الصور بصورهم باخر الدنيا كمان. كيف اعطي زوم لفوق؟ لا انت قرب قرب انت بالكاميرا فيك تقرب. لا الا حركة الشعر. الازازة مالهاش اي لازمة الوقت. صعبة خبي شوية صعبة. انا جيت كابتن انا جيت. كابتن 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 انا طلعت الصورة. وين حضرتك يا هنيني و يلا واحدة تانية بلا بس. بائعة المشروبات. لا بس. يلا. هيك خنقتني والله اطرد لك. لحظة هيك. دخل غلط الصورة. هيك خنقنا. سمايل. ماك تشيكن وذاوت تشيكن بليز. شو بتسمع معنا ميشيل؟ سلام ما طلعت الصورة. تعرف ليش اتصلت معكم؟ ساندويتش. أنا بضحك ها؟ شو ساندويتش؟ أنا بضحك الصورة. عبد العزيز بضحك. شوف انا لك اقول لك باش انا تراك انا بيقول لي مش بيضحك معنا ورا بتشوف فيديو هي هي وشوف انا عامل ايه يا جماعه ليه انت عامل هيك ما بحب صورنا طب خلاص تعالوا رميح تعالوا نصور صوره كلنا عاملين اشكال غريبه يلا اللي يشوف صورنا يا رميح نصور مع بابا ماما نصور مع بابا ماما سيبوا يا عم بابا ما بتعرفش يلا يا رميح ماما بتعرف سمح صور شويه لحظه صورنا صورنا صورونا صوره وبعدين ارجع شوفوا يلا صورنا صوره واحنا عاملين يلا صورنا صوره رميح يلا عشان عايزين نقوم يعني رميح راح تظبط رميح لا انا بعمل دي يلا نسوي كلنا صوره تعالوا مش عارفه اعمل يلا يلا جيب جيب هديك بدها شويه تطلع لحالها يعني صورتكم خلاص خلاص صورناك شو صور يا خلاص انت اوكي اشكال غريبه كلها اشكال غريبه ما عنده شيء قاعدين الصور نشوف صور يلا جيبوا منا التليفون وانا جاي ده هيتفرجوا على كل الصور صور الصور بعدين اتفرجوا على الصور كلها عبد العزيز اول مره تصورون شباب اشكال غريبه كلياتنا اشكال غريبه اشكال غريبه كلها اشكال غريبه تخلف لا مو كويس تورطونا طب لا اشكال عاديه بعدين اشكال غريبه تسوي ما تسوي نزلي دي لا هذه ضروري زميل في ايدك عم تحرك بعد ورا طب خلينا نثبت على طول صورنا يا سمير شو عم تعمل لقطين الطاقيه ولا انت معي انا سمير بيبي او بيبي القطه بتاعتها اشكال غريبه يا ابن الصور يا طوني نعمل اشكال غريبه دانيال طلع بصوره اشكال غريبه احنا عاملين ايوه داني يلا ارجع شكرا نعمل اشكال غريبه يلا تعالى اشكال غريبه كل شيء اشكال غريبه ما بتطلع هيك مع بعض احنا يلا نضحك احنا اشكال طلع دانيها وضربها بسمع عربي شوي على الصوره لا اشكال غريبه يلا يلا زيد اللي مسكنا حلف كل الصوره كل صوره شوف شوف هذه لا مش عم صدق مش صوره دي ننزلها في اخبار الحوادث يا لك لك بس ما مش وايد رميح رميح صورنا شوفنا انا ما شفت ولا صوره صور المطار انا اصور شكل مش اشكال مختلفه عندي كثير انت جد بتعيش الحياه من فوق عملت ايه خلينا بعرف لانه هتشوف هادي هادي يلا حر كثير خديري صوره تحت العرايش تحت العريشه تحت طب بدي صوره وانت فوق العريشه وهي واختك وبتنزل يلا يا ديالا شرفك يا شباب طلع شوي بس ما بضاي بس ما ونوي لا هيك جيب بس هلا بس ما بص فينا اول تعال جيب انا هنا عم بحكي انا مبين بس لا اجري الجري انا بحبها بتاعتي اجري الجري انا بحبها ما عندهاش اه جريت زعلانة بس ما فوق ايه مايك اعطينا التليفون يلا امشي يلا احمر اجري جزمة باش صورنا لمين كمان عطنا الكاميرا على عزوز نبي نصور احنا يا حبيبي بليز جيف ذم ذا كاميرا في صور مو ظبطه طب باش اعطيني التليفون شوي باش تحسسني ان الصور اللي بالتليفون راح تطلع برا باش يا اخي طب واحد بيصور بتسلى ما بس نطلع من هنا راح يسوون فورمات حق الجهاز لا حبيبي ما احزر اوه عالم لازم صورنا وشفنا احلى انا ولا تانية الصورة مش معقول مش معقول شوفوا عن جد
خلاص اعتبريني اي احد مقرب مين لحظه تفضلوا انا اتفرج على الصور خلاص ما تبين صورنا خلت اطلع احلى منك ها واسرق منك حبيبي حبيبي زين بشوفه انا بعد الكاميرا شوي طلعت باروكه والله اسالك تطلع قرعه طلعت شد الباروكه ما اقعد بفضايا نظام الزبالين يجون الصباح لابسين طاقيه وحاطين فوق رجعني مش شايف ولا لو بتشوف صفحتها على الفيسبوك بتجنن ايه ذاك اليوم شويه صور انا كمان ورحت اخر مره شفت لعبه الديسكفري الجديده صوره جنن لا يبقى شوف الديسكفري